يعني في الواقع الإطار التنسيقي ليس هو الطرف الأساسي في هذا الموضوع. نعم يلعب دور، لأن في النهاية هناك تصويت من قبل ممثلي الإطار في مجلس النواب، وبالتالي هذه الأصوات المهمة، أعتقد هي 140 صوت للإطار التنسيقي، ممكن تلعب دور حاسم. لكن في النهاية وبحكم هذه القاعدة، قاعدة المحاصصة بين الأحزاب، باعتبار أن الرئيس من حصة المكون السني والأغلبية بين هذا المكون هو تقدم، فبالتالي ينتظر الإطار المرشح الذي يتفق عليه المكونات، مكونات الأحزاب السنية. إذن بفشل أو عدم قدرة هذه الأحزاب على اختيار شخص أو اختيار شخصين أو ثلاثة من البداية، نتحدث يتم التوافق حول شخصية مركزية مهمة عبر التصويت للانتخاب، أعتقد اللي يبقى يتحمل مسؤولية أساسية هو الأحزاب السنية، لأن الأحزاب السنية مع الأسف هي تتصارع ولا تتنافس. يعني التنافس فروسية، لكن ما نشوفه هو ليس تنافس بمعنى الفروسية، لكن صراع بمعنى الحرب، الحرب الباردة، يعني الاتهامات بين الأطراف. نشوف أيضا تجمع يتفكك وتجمع وتحالف يتشكل، هناك اضطراب، هناك اضطراب، هناك اضطراب وعدم توافق، وهناك مع الأسف يعني هذا الصراع يطرح لنا أو يجسد لنا نوع من كأنما العلاقة بيناتهم عداوة. يعني مو أعضاء في مجلس النواب عندهم قضايا اقتصادية سياسية اجتماعية أمنية قوانين تشريع، تشريع ورسم سياسات، مراقبة الحكومة، الدفاع عن مصالح وقضايا الشعب، الفقر، التخلف، التنمية، المدن العشوائية، هذه المسائل غائبة. نعم. يعني هو اللي يهمه المنصب. طيب. لأن المنصب بمكاسب مادية واستحواذ على السلطة وكل نعم. كل الموضوع إذن مثل ما تحدثوا الأخوان هو ذاتي شخصي. طيب. مادي، يعني هذا خطير. نعم. نعم.